قيم لعب كريم في الموضوع نتاع حمدي النجازي نجم يكون معناها شاتي الاضافه لا علاش خاطر اسمه تحب ولا تكره يمكن انا لعبت في الاتوال وبيك سمعت كلمه قال سيريدا لجمعيه الدور مثلا بلال مجد كان مشى الاتوال قاع ما نجحش وفي اقرب وقت خرج انا ثم عقليه راه مش تبدل في تونس جمله بين الجماهير ممكن تعرف انت المشكله اللي صارت ديرير مو بين النجاز والاتوال انا راكي تبدا داخل وبعد مش قبلتك وانت اون بليس راجع انسان ليدور بتشد الجروب وبتشد وانا كفنان كمصلحه النادي النجاز يصلح لي لا نمشي نمشي بعقليه السوبورتير لا انا مش نقول لكم من دو بوا معنا نتصور خليه يكمل سيدي نتصور الشان حتى نجاز كروي تو ينجم لا لا نعطيك مثال اخر مش لازم نجاز يا سيدي جوار كان في الاسبيرانس ومشى ليتوال وبعدين رجع للاسبيرانس انا نشوف كمسؤول في الترجي هالملاعب هذاك يرجع باش يعطيني البلوس لا. انا في حاجه لي ما نرجعوش على خاطر لي سيبورتير تبوه لا لا فما حاجات طو... كريمة. لا معاك انا اما في صحيه زاد جمعيه تمشي ضحيه سيبورتير لا انا مع لا مش ضحيه سيبورتير تحب ولا تكره تو في تونس ولت عنده كلمة انا ديما نحكيو بالكالكا نتاع النجاس تو مش باش تفيد نجم اي علاش علاش بيه. فنيا علاش فنيا على فكرة يلعب ما تكمل الموسم مع الإسماعيلي يلعب في الفريق هذا نعرف عم انت تعرف البريود الاخر اللي نجاز عنده برشا مشاكل انا في كسوة برشا في 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 الجمعيات اللي مشي له عنده برشا مشاكل قاعد يصير وممتون انت راو كمش نحكيو عن النجم الرياضي الساحلي اللي راو اي واحد يفتخر بشلعب في النجم الرياضي الساحلي قبل ما يكون زبير بيا رئيس خاطر اسم النادي قبل مش يكون زبير قبل به والجورات اللي جات توا كل النجم الرياضي الساحلي هما بحاجه للاتوال قبل ما يكونوا خاطر جوارات جد في ديكا ماهيش راهي كيما الزوز حاجتهم بعض لا هما حاجتهم بالاتوال اكثر نعطيك 90% من الجوارات اللي جات هما حاجتهم بالاتوال اكثر خاطر بريسك اشترى كانت في مش ما نقولوش بطاله كرويه وما جاتهمش لي زوفر خاطر كيجيك نجم هذا الساحلي بالاسم هذاك صحيح حتى ستياسيون تاع الجمعيه ماديا مش لك الكل مي الاسم علي يقول لك ساعات الاسم الاسم يفرض عليك تمشي من غير ما تشعر ممكن انا عشت كا مع انيس في الملعب التونسي اللي ساعات اسم الجمعيه راه يفرض عليك انا مثلا مشيت الملعب التونسي وملعب التونسي في الدرجه الثانيه معناها انا مش ماشي على خاطر في الدرجه الثانيه خاطر اسم كبير فهمت والستاسيون تاعي تعاوني مش نلعب غادي يعني نجم يكون ستاسيون تاعي مثلا ماديا كانت كاكو برا مش باش ناخذ الشو هذاك هذا واحد الجوار باش خمم في نفس مين تي نقاز توا نجمش يكون ليدور وباش يعطي لو بلوس ليتوال وحاجه تحب ولا تكره الجمهور في تونس ولا عنده دور كبير باش ينجح الجوار ولا يفشل بسرعه سيدي طلبت كلمه شنو؟ لا انا شوف بصراحه تاكورد وسيدي الببليك عنده دور ويأثر لكن زاد مع الساعات الببليك يلزم يفكر اللي هو رانا عايشين في عهد الاحتراف واللي صعيب تطلبها من الجمهور يا سلام عايش خويا عايش خويا اذا انت تمشي في الثنيه هذه وانا نمشي في الثنيه هذه قاعدين نزيد ونشجع واحد بالعكس رانا في عهد احتراف في بيه. عهد احتراف مش اليوم معايا غدوه ضدي خليني اقول لك بس مانكس الموضوع انا بون معناتها نوافق كريم ونيسا في رضا شوف تقول لي انت عهد الاحتراف انا نعطيك اكزامبل الملاعب اسمه رابيو توا كي مشى لمارسي شوف شنو صاير في باريس قلبت الدنيا صحيح ما ينجمش يدخل باريس توا ما ينجمش يدخل باريس ما قبلوش تخيل انت تاو باريس ما فك علينا من ريكروتمون ما قبلوش سيتي فيريتي قاعد تشوف تعرف شنو صار مراولو معناتها اللي في البوتيك نتاع البي اس جي قطعوا فيهم معناتها يحرقوا فيهم الراجل ما عادش ينجم امه ما عادش تخرج هي تعرف لاجون نتاعو امه ما عادش تمشي لباريس معناتها تحب ملا غالب يعني ناخذوا الامثله اعطيتك اكزامبل اللي في الفوتبول بروفيسيونيل دو نيفو يصير يعني ناخذوا الامثله نتاع فرنسا باهي هذا شوف انا مره انا مره عطيت اكزامبل نتاع ملاعب في تونس من اسوال جل اسبيرانس القربي مخرج سي دي كارار سي دي كارار فما ملاعب كارار هذا بروفيسيونيل بس سي با بوسيبل اي خلي يكمل سي با بوسيبل فما كونترا وفما بروفيسيونيل انا ما جبتش عليك ورد باش تجي سي تان شوا فاهمك مانيش قايل العكس كونترا عند جمعيتك وكونترا عندي انا يا سي رضا ما قلتش العكس اما توا الجمهور هو اللي يجيب ما يا سي رضا انت راك مره قلت كلمه ما تنساهاش راه توا ما عادش ثم مسؤولين رزان
يلساد تاو الجمهور يخافوا من الجمهور. ما الوير يا اخي سيت اون فيريتي. رد على سؤالي رد على سؤالي. الوير لا هما يعني نعمل في مشاكل توا. انا ما نجمش نقول لك. انا سلام في الموضوع هذا اللوم على سونتر دو فورماسيون لانه اليوم فرصه وقت اللي تبدا عندك بوست فارغه علاش ليه السونتر هذا ما يعطيكش ري دروا فرصه وابن النادي راه انه وينو سونتر دو فورماسيون ليتوال اللي يحكيوا عليه الناس الكل. الحقيقه ثم ولاد شوشين في الوسط الوحيد اللي ريتو ضاوي شويه لكن ارفوار في سونتر. هو عمناوي كان ثم لؤي بن حسين ولد ليتوال وتوا خرج معناها مشى للتربيه. يعني لؤي مش دوري جينيرال درو. اي صحيح. رجع بار ميغاسون بشكل. فوالا من بعد ثم حاجه مهمه اخرى يحكي على الجمهور سي رضا. مالا على حسب الجمهور نجم تنحي حمادي الدو تو تسويت انت. تو تنحي حمادي الدو بارابور لي ماتش اميكو بارابور. خاطر لحظة الكلام في الباجيت لحظة باش نفسر لك باش تفهم انا باش نحب نوصل لك. يعني على ماتش اميكو الماتش الديفيت نتاع ماتش باجل لاني نورمالمون ايكارتي حمادي الدو على حسب ما يحكي سي حمادي اذا اداره تبع الجمهور نتاعها. كريم قال كلمه مهمه باش نربط بها انا قال لك هما مستحقين اللي طوال الملاعبيه هذوما اجا نرجعوا احنا نعملوا ليستات نتاع الملاعبيه اللي جاو يلزمك برشا وقت ليتوال يلزمها شهرين ثلاثة أربعة باش تلحم ليكيب باش تلحم ليكيب اليوم جمهور ليتوال مرة أخرى باش يعاود يغلط باش يحط الرئيس تحت الضغط ويحط الناس هذه اللي قاعدة تخدم تحت الضغط وتعرف أنت ضغط الجمهور شنو يولد أكيد اليوم باش تلقى كبش في ديلي هو المدرب مهما يكون اسم الرئيس مهما يكون إذا يغضب الجمهور يا أخي الجمهور ليتوال يعرف اللي الملاعبية ماهمش كومبيتيتيف يعرف ان الملاعبيه هذوما يلزمهم شويه وقت باش ياخذوا باش يلحموا باش كذا راهي بريسكي كيب كامله جديده تطالبني تو بالنتائج خاطر هذاك اسمه شوات وهذاك اسمه القروي وهذاك اسمه فلان راهو الاسامي ما عادش تصنع الربيع الانديه اليوم الوقت العمل يلزم محمد الدو ياخذ فرصته يلزمو ياخذ وقته باش ينجم يعمل ليكيب باهي اليوم حمادي الدو مهدم بعد ماتش المستير يشوفوا النتيجه باش ينجم يعني بسرعه يمكن انا كيفاش نحكيو على نجاز انا مش نحكيو كوتي كره خاطر نجاز يمكن عمل تصريحات اللي خلت جماهير ليتوال اكزاكتومون فهمت مش نحكيو كره شنو هي التصريحات يا اخي انا ما مش نجمش نقول لك انا انت ما تفكرش عمل لكن ضم للترجي صحيح شنو نتاع الترجي دوله لا ما نعرفش لا لا عمل الترجي شنو تحب يقول مال لا ودي مش نحكيو قال ترجي دوله هو ما نحكي لك ابار حتى هو عمل تصريحات اللي جماهير ليتوال فهمت قاتلوا معناها تستناه معناها اوتوماتيكمون سلام والله فرصه كبيره في هالموضوع هذايا اكثر واحد مشى للانديه هو كريم بون اكزامبل انا نعطيك حاجه نكلمك عاد من شوي عاد يا اخي انت كي مشيت للكلوب لا والحاجه شبوك. والحاجه الباهيه سي رضا الكل يحبوه كريم يحترموه نفسر لك حاجه على ما سبوكش انت اقول لك بالك شي خاطر مش الجمعيه لا خلينا نفسر لك عليها خاطر انت كي تعطيها حق الكوره في التيران وتنسى لي كوتي الاخرين تو تنجح نحن في تونس سورتو جواري تويكا اللي كاوروا ولينا خاميو في الكوتي وننساو التيران لا نزيدك حاجه اخرى على كريم ساكت ما انت لعب في الاسبيرونس وليتوال والكلوب افريكان والستاد والسي اس اس ما تنجمش تشد له حتى تصريح بروفوكاتور يحترم الناس الكل انا نشد له حاجه نقول لك شنو هي مثلا كي ماركيت في الدربي للترجي ضد النادي الافريقي كانت الفرحه هستيريه لهنا الجمهور ينجم ما يقبلهاش فرحه الفرحه نتاعك كانت كبيره برشا لا مع الترجي وضد النادي الافريقي لا جاوب خاطر عندي الماتش هذاك لعبت ماركيت في الدربي عندي الكونتر اكزومبل تحكي للكلوب باش نفسر كي مشيت من الكلوب للترجي انت تلعب مع الترجي ماركيت للكلوب الفرحه نتاعك كانت كبيره برشا وقتها الجمهور نجم يكون وقتها ما قبلهاش ليه الفرحه كانت كبيره ماركيت مرتين سان الاول والثاني ما نعرفش واحده منهم نفكر هي انت ما فرحتك الشوطه ظهر لي لا خلص لك الشوطه كان من ولاد زويت هذاك مع الكلوب افريكان مع الكلوب افريكان خلص لك حاجه سليم راك تعش معناك تماركي في ديربي قلت ماركي ماتش كبير اي فما عندك احساس تحب راك تفرح من غير ما بالرسمي ما نعرفش خاطر ما لعبتش دربي صحيح انا ثم فرحه مع تلعب دربي راه 30,000 اي فما شكون يطلب السماح ويقول سامحوني ويسكت على روحه ويتعدى ختم خدمته مش يفرح معناك لا تفرح راك ساعات يخرج لك معنا احساس ممكن يطلع على الكلوب افريكاني كنت لا 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 انا ماركيت مي فرحه ثم فرحه نتاع ماتشويت كي تماركي سيدي ذا
انا مش تفرع من غير ما فرحتش كيما ما مركيتش في مجرين انت اسلام اسلام نرجع لك انا الكريم كنت في مجرين هي كي تبارك في مجرين انت فرحت تفرح ما مش كيما فرحه في تلعب 60 الف فرحكو لا كريم نعاود لك فرح المركز مع الكلوب ضد الترجي والعكس ومع ذلك ومع ذلك يحترموها علاش انا نعطيك كونتر اكزامبل ثم شكون لعب في ليكيب الاخرى لكن تصريحاته خلت الناس ما تقبلش فرحته خلت الناس تتغشش عليه انا عشت مع كريم كمدير رياضي وتسمى اخويا ما تعشنا مع بعضنا فتره بنسير كريم جه اوفر من السعوديه واحنا في امس الحاجه ليه نزلنا وقتها باش نلعب على البلاي اوف والاوفر انا نعرف قداش المبلغ 3 ايام ولا 4 ايام تعرف شنو ما تشوف كريم ما تنجمش تقابله معناتها تحط ما بين نارين يزمو ياخو حقه طفل هذا في وقت ما في ستاد تونيزيان عمل شوا نتاع انتماء نتاع حب النادي هذاك وانا كريم الحقيقة حتى جمهور الستاد اليوم يموت عليه شوف يستحق كريم محبة الجمهور البقلاوي ومش اي ملاعب يروح يدخل البقلاوي راهو باش يتحب كريم سبيسيالمون انا نحبه على الاخر وعشت لك تذاك عرفت شنو قيمة كريم وعليش محبوب من العباد الكل موش غدار بلا. وحتى كي جاء لوفر ما تململش ولا عمل لك مشاكل وما عادش يجي ترينا والموضوع تعرف شو عمل فيه ولا مش دوروا على أصحابه بش يزيد عمل لك بلبلة ولا حاجة حكيت أنا وياه ومعنا سي لطفي وسكرنا الموضوع غاديك قعدنا نهارين ثلاثة ومن بعد كريم قال أنا خذيت شواب شنو قد في ستات لا ولو بجي حاجة اللي قعدنا عليه صار هذيك الحاجة اللي ممكن نحترم عليها أننا نحترمه كريم لكن لاكت في وقت هذاك بالمبلغ هذاك يخليه ويكمل معاك المشوار باش تفهم قيمة كريم علاش هو محبوب اليوم في جمعية اللي تعدى بهم كل ولا من الجماهير التونسية اي الناس الكل تحترمه صحيح اي خاطر هو يحترم الناس الكل سا سي امبورتون نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نكملوا الجزء الثاني من الحصة نتاعنا اليوم